بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طابعة سامسونج موديلها ML2525، طبعا كوبي اند بيست عن طابعة الزيروكس الفيزر 3140، نفس النسخة تقليد إلها. حتى المشكلة بتصير نفس المشكلة، مشكلة الطابعة تتلخص انه لما نطبع عليها من الكمبيوتر تسحب ورق باستمرار، بعدين الورق بيعلق داخل الطابعة. لو طبعنا على الطابعة من الكمبيوتر اي دوكيومنت، هذه الطابعة 252 اكس مسميها بالطريقة هذه، ردي برنت. الطابعة اخذت الاوردر، بنلاحظ الان شلون الورق دائما بتوقف اعلى الطابعة، تسحب اكثر من ورقة كونتينيوس، بنلاحظ توقف الطابعة بهذه الطريقة. وهذه نفس الشيء الزيروكس، نفس الإشكالية فيها. هذه المشكلة بالغالب بسبب منظم الورقة، اللي ملاحظ بتكون ساحب الطابعة أكثر من ورق بشكل مستمر تسحبه بدون تنظيم، بدون فاصل بيناتهم. هذه ورقة موجودة في أسفل الدرج توقفت، وهذه ورقة في الأعلى. لو شلنا الحبر بنلاحظ طبعا ورق مستخدم، نلاحظ الورقة داخل الطابعة. طبعا شرحنا طريقة حل المشكلة في طابعة الزيروكس الفيزر 3140، نفس الطريقة بتنطبق على هذه الطابعة، ولكن رايحين نعيد طريقة الحل. طبعا مجرد فتح الغطاء وإعادة إغلاقه الطابعة بالغالب تخرج الورق من جديد، طلعنا الورق اللي ايش وقف داخل الطابعة. هذه طريقة زينة، لكن نخرج الدرج لبرا على اساس ما تسحب ورق من جديد. ملاحظة الطابعتين من الخلف حتى مكان اليو اس بي، مكان البراغي وين موجودين، نفس الشيء هذه الطابعة الزيروكس، مكان اليو اس بي البراغي نفس الشيء، بس لون البراغي هون اسود، هنا في هذا الزيروكس أبيض فقط شايفه. نقوم أول شي بإزالة البراغي، هذه برغي برغيين، هذه الجهة برغيين، هذه الجهة. بعدين بنحاول نشيل الكفر الجانبي من هذه الجهة، هي من الخلف بصير من جهة اليمين. في له برغي داخل، وفي برغي بالأمام، في برغي بالأمام فقط. خلنا نشيل البراغي. بعد ما شلنا البراغي نفتح الفيس ونشيل هذا الكفر الخلفي. نرفع الفيس العلوي للأعلى شوي أساس نقدر نطلع الفيس الجانبية بالطريقة هذه. في كليبات، في كليب نفس الشيء. هذا كليب أوكي، نلاحظ الفيس الآن الجانبية ممكن بسهولة تطلع. سفلي هاي الفيس الجانبية، لازم نشيل البراغي مرقمين 1 ل 6، هذه ما بنشيلهم. شلنا البراغي from 1 to 6. في كيبل موصول مع مجموعة الجيار هذه، إذا بنلاحظ هذا الكيبل بنفصله. هاي مجموعة الأتراس، هذا هو الريليه اللي فيه المشكلة. كل ما علينا نعمل
نضع ستيكر هني مصقولة فوق الربر هذه الموجودة، في ربر موجودة هني صغيرة أحيانا بتلتصق في الريليه وما برجع بشكل سليم، ما برتد بشكل سليم. ناخذ الستيكر مثل هذه نوضعها هذه الطريقة، نحاول نحافظ على وضعية هذا الجير لأنه مكون من جيرين مفصولين عن بعض. نلاحظ الريلي الآن ارتد بشكل سليم، بنرجع كل شيء مكانه ونجرب الطابعة. طبعا حتى الرولة نفس الرولة في الزيروكس، ملاحظ لونها صاير أبيض من الورق. أوكي، فممكن نقوم بإزالة البرغي صاير من الجهة الأمامية ونشيل الرولة ونقوم بغسلها بالماء ونرجعها مرة ثانية عشان نضمن سحب الورق بطريقة سليمة وفعالة. بعد ما قفلنا الطابعة لو أعطيناها أمر جديد نكون مجموعة أوراق نشوفها تسحبهم بشكل سليم ولا لا. خلينا نطبع الطابعة من جديد. لاحظ الطابعة الآن تطبع بشكل ممتاز، كل ما سويناه استيكر بسيطة حطيناها على الريليه. طبعا هذا ورق مستخدم كله، الهدف نشوف عملية سحب الورق. نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.